السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعين قناتي قناة نوفا كيتشن، شرفتوني ونورتوني. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة أوزي يجمل طعمه وريحته. أول حاجة بهار أوزي ده بنشتريه من العطار، ريحته حلوة كده وفريش، ورز بسمتي، والفراخ مغسولة ومنقوعة في مية وملح وخل وليمون، ونغسلها كويس ونصفيها. عندنا حلة فيها زيت شوية صغيرين، بنجيب البهارات عفوا البهارات عبارة عن ورق لورا وقرنفل وهيل وقرفة وفلفل اسود وبهار اوزي وملح. بننزل بالبهارات في الزيت، بنشوحها كويس عشان ريحتها تطلع. مصفين الفراخ، بننزل بيها على الزيت والبهار. عايزين نشوحها اكتر وقت ممكن عشان الفراخ تاخد طعمة البهارات، لان المرة دي مش هدهنها صلصة وزيت وحطها تحت الشواية. المرة دي زي ما هي كده هنحمرها تحت الشواية. زي ما حكينا بنشوحها أطول وقت ممكن. بننزل بالطماطم والبصل ونشوحها برضو أكتر. غلينا مية والمية مغلية جاهزة هنا، جميلة جدا وريحتها رائعة. أنا شايفة إنه محتاجة شوية، كل شوية بتابعها لما أشوف إنها اكتفت في التشويح مع البهارات وريحتها طلعت كويسة بنزل بالمية. طبعا انا حطيت الملح، المرقة دي هاخدها اسوي بيها الرز، فكده ممتازة جدا. هنا اشوفها استوت تمام، هطلعها في صينية من صواني الفرن، هنا بقى حطيت شوية بهار اوزي على الوش قبل ما احطها في الشواية، بتدي برضو ريحة حلوة ولون اجمل وطعم اجمل. لما تتحمر بحط زيت برضو على النار في حلة صغيرة، عندي جزر وبازيلا مغسولين ومتصفين كويس، بنزل بيها على الزيت، بحط شوية مرق الدجاج البودر، وبقلبها وبغطيها وبسيبها لحد تستوي، ولا بضيف مية ولا بضيف اي حاجة، بسيبها تستوي براحتها على نار هادية. صفيت انا المرقة وجاهزة، حطيت حلة الفراخ على النار فيها شوية زيت برضو. هنا حطيت شوية بهار اوزي معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة قرفة، بشوح البهارات. انا غسل الرز البسمتي منقوع، طبعا احنا بننقعه تقريبا نص ساعة، وصفيه كويس، بنزل بيه على البهارات وبسيبه براحته خالص في البهارات تشويح. الخطوة دي مهمة جدا في الرز عشان تدي اللون الحلو والطعم والريحة والطعم الحلو. صفيت انا الرز، صفيت المرقة بنزل بيها على الرز. اذا محتاجة كمان مية معانا بنحط، مش محتاجة كفاية. طبعا الملح اللي في المرقة كفاية جدا لتسوية الرز، يعني انا مش هضيف ملح، بس يستوي تمام. بغرف في الاطباق وبرش البازيلا اللي انا سويتها والفراخ على الوش. انا حمرت هنا لوز
وحطيته على الوش، طعمه رهيب وجميل جدا يا جماعة. ما تنسونوش بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكومنت جميل كده منكم. باي باي.